الليكويد اللي هو قلنا الميركوري والباودر اللي هو قلنا السيلفر والتين والالوي كل واحدة لها خاصية وفيدنا. نرجع للكلاسيفيكيشن والامالجم. الكلاسيفيكيشن قلنا according to the shape and size according to the الكبر الكونتنتس. اكو كلاسيفيكيشن اخر يضيف انه اكو بيها زنك فري وزنك كونتيننج ونون زنك كونتيننج. شطتنا حطتنا تايم فور ووركينج تايم راحتنا من شان قبل الكبر قليل الوركينج تايم شان قليل فنوصل انه تبدي يصير بيها انيشال سيت واحنا بعدنا مثلا مالكا من الكوندنسيشن فمن زيدوا نسبه الكبر والسيلفر هم زيدوا بنسب متوازيه مع الكبر هاي شنو زيادت لنا الوركينج وركينج تايم مالتها. من اجي انا اكو تفصيلات تجي يا اما انت تضبطها اي هيجي يا اما هي بس تحطها بالامالجاميتر هي يصير الممبرين يصير بي رابتشر ويصير ميكسينج. هنا التايم قلنا يختلف حسب المانيفاكشر انستركشن. اذا كانت هاي سيلفر الوي او هاي كبر الوي لازم شوي اعطيها تايم اضافي. الماس اللي لازم تطلع عندي لازم تطلع بلاستيك ماس. يعني شلون تصير؟ اول شيء بيها لازم لستر يعني بيها لمعه الفضه زين. اقسمها راح اقسمها بشكل عشوائي بينما الكارير يعطيني حجم الميتيريال اللي يحتاجه. انا بالامالجم ما يصير اجي احط ماس كبيره واجي اسوي لها كوندنسيشن. ليش هذا؟ ليش ما يصير؟ لان راح يصير عندي جوا فويد راح يصير عندي اير اترابمنتس بابل جوا هذا كله هسه يسبب بوست اوبرتيف سنسيتيفيتي. الامالجم كارير فائده فائدتين انه اول شيء هاندلنج يسهل الهاندلنج مالتها وثاني شيء يعطيني سايز محدد. شوف اللستر مالتها شوف وصايرة بلاستيك ماس صح بلاستيك ماس هذا السيل ترانسفيريشن مالتي يعني احسه مضمون. احنا الامالجم ابلكيشن تتقسم الى ستيب بارت كوندنسيشن كاربينج بولشنج او بيرنشنج. بس انا شو راح اقسمها؟ راح اقسم انا ما عندي بالعياده مثلا كوندنسر عفوا امالجم كارير اقسم البيسز الى قطع بحيث انه تقريبا مساويه للقطع اللي يشيلها الامالجم كارير. عرفتوا قصدي شلون؟ حتى لا يصير عندنا فويد او جاب. الكوندنسيشن شوف بس هذا الكوندنسر بي 2 اند بي سمول 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 ان وميديوم وبعد اكو سايزات حسب الكافيتي مالتي. انا اول ما ابدي من احط الامالجم الكوندنسيشن مالتي لا ابدي بالكبير بس اسوي لها ديستربيوشن بالكبير بالسايز لارج سايز بعدين ابدل على السمول حتى شنو؟ حتى يصير طبعا فورس فولي كوندنسيشن فورس فولي يعني انا كل ما اشيت من قوه انه اسوي كوندنسيشن يعني بحيث انا اني اخلص امالجم وان شاء الله تتذكروني من تخلص امالجم تحس هاي ايدك يصير بيها فاتيك ما تقدر يعني. لذلك هسه بدينا شوي نغير على الكومبوزيت صح هو تكنيك سنسيتيف بس شوي ما بيجي جهد عالي صح تايم كونسيومينج بس ما بيجي جهد عالي. الامالجم الادفانتج مالت الامالجم ما بيها ادفانتج. اول شيء الديورابيلتي. من يعرف ديورابيلتي شنو؟ فتره طويله يعني اللونجيفيتي مالك يعني عمرها طويل زين. شغله ثانيه الادفانتج مالتها تكنيك مالتها مو سنسيتيف مثل الكومبوزيت يعني الابلكيشن مالتها ايزي يعني انا حتى لو عندي مويستشر او مثلا بعض كيسات بليدنج ما اقدر اسوي اقدر احط الامالجم مو مثل الكومبوزيت. الكومبوزيت اذا ردت احطه لازم كومبليتلي ايزوليشن. بعد وحده من الادفانتج مالتها من يقول لنا؟ كومبوزيت هاي الكومبوزيت صحيح؟ بعد؟ كومبوزيت ما
باي يكون باطبه بعد يعني الى حد ما احسن من الكومبوزيت صاحب هالنقطه يعني بها اختلافات تشوفون عيني تشوفون تابعون تشوفون الكوندنسيشن انا اسوي الابلكيشن مالت الامالجم قلنا المفروض عندنا كاريا اول ما ابدي باللارج كوندنسر بس اسوي لها ديستريبيوشن كل بيس اخذها بس اسوي ديستريبيوشن بس الجود كوندنسيشن الجود كوندنسيشن وين يصير؟ يصير بالسمول سايز طبعا هذا يعتمد هم على سايز الكافيتي والدايمنشنز مالته واحده من الادفانتج مالت الامالجم الكوست تعتبر هي يعني نون اكسبنسيف الديسادفانتج مالته شنو هي؟ بور استيك صحيح بعد توكسيك توكسيك مو قلنا هاي كونتروفيرس يعني ما ثابت التوكسيكي مالته توكسيك بالنسبة للوركر أكثر مما هي للبيشن الوركر العاملين أكثر مضرة مما هي للبيشن يعني سال الفاتور اللي بيطلع وانا دا أسوي كوردنسيشن يعتبر خطر بالنسبة لي أكثر مما خطر على البيشن بعد إذا أدوانت المهارات بالضبط يعني احنا حتى نسوي الريتينشن حتى نحصل ريسيستنس فورم لازم نسوي لازم نشيل يعني انا وانتد تو ستراكشر ريموف تشوفون عيني الكوندنسيشن يكون اكثر يعني اكثر قوام عندي هذا الميدل فينجر اقدر استعمله حتى لا يصير عندي فاتيك بايدي اقدر استعمل الميدل فينجر هو بس للبراجر تشوفون بس انا استعمل بس الميدل فينجر من اشتغل هيك ما راح اتعب بينما اذا اخذ كل الهاند دائماً أسوي الأمالجم أوفر حتى أحصل على المارجنال إنتجريتي أحصل على جود سيل من هاي خاصة لأن المناطق اللي هاي صحيحة لأن التيب وسيرفس لاين أنجل لأن لازم يصير جود سيل يقوم يطلع هذا الساوند هذا أنا كنت يعني هذا كله تقدير دكتور أنت يعني كنت أنت تعرف سوي كوردنسيشن تستعجل بس أنت شنو لكم على حساب الكوردنسيشن ما تبي يكون ويك وسريع بعدين هذا يأثر علي من أنا أجي أسوي كارفينج من أجي أسوي كارفينج والإنيشيال سيت صاير بيها شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي دراجين للمارجن شنو قاعدة الجود كوندنسيشن؟ نعم الجود كوندنسيشن أتنصر شوي أبوكوز بعد تروجي مالعب بس احنا جينا كملنا بس شوي جينا كملنا سوينا كوندنسيشن نجي اول خطوه بعد الكوندنسيشن يسووا لك بري كاربنج بيرنشن بس يسووها بالكوتون وايت كوتون زين وقسم لا يسووها بالبيرنشن تشوفون عيني هذا البري كاربنج يسوي اول شيء يشيل الاكسس اتش جي البري كاربنج بيرنشين وهم ما تسوي ديستريبيوشن حتى يسوي الجود مارجنال سير تشوف انا قلت شوفوا تشوفون المارجنز ويل سيلد باي امالجم بس ابدي اسوي كاربنج الكاربنج هنا راح يكون اول شيء انا ابدي هذا بس سنترال جروبس اجي اسوي سنترال جروبس
على على الفشارات أقوم مسوي الفشارات اللي هي على 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 التاس كلاود تشوفون انتو تشوفون عني تعرف طبعا هذا تبقى مسألة سكيل وفهمات يعني أنا بالنسبة لي أسوي حتى بالغرو كاردي بس هسه أنتم بما أنه عدكم مبتدئين زين تستعمل البرونسبل ترجع تحاول قدر الإمكان ترجع التاسبات سواء قلتوا لي شنو مادة الكوندنسيشن غير انه هو حتى يصير عندي جابس اكو بعد فتفادة الجود كوندنسيشن الجود كوندنسيشن راح يسوي لي اذا يدي يطلع النتر الزايد على الموجود طلع الاكسس اس جي يعتمد بشكل كبير على شكل الكافيتي اللي انت مسويه اذا الكافيتي مالتك ايدر حتى لو ما تعب نفسك بالكافيتي هو راح يطلع الكافيتي حلو انا اهم شيء من اجي اقيم الكافيتي او الفولينج اقيم انه لازم عندي مارجنال انتجريتي شنو اقصد بالمارجنال انتجريتي؟ هنا انا ما يصير عندي يعني ليكج تشوفوها ما يلا اذا بعد الوقت ودينا اشيل الهاي نعم اي لازم